تفصيل التدليس والتزييف أنتم أشتم هذه القضية والكل يعرف هذه القضية، وأيضا نحن ذكرنا سابقا ما هي الوسائل وما هي الخصوصيات وما هي الكيفيات وما هي الطرق والمنافذ للتزييف والتزوير. لحد يوم الانتخاب كل من ذهب يتحدث عن التغيير والشعب والمواطن وما يرجع إلى هذا الأمر، وعندما الآن تتسرب نتائج الانتخابات سيكون الكلام عن التزوير وعن صناديق وعن بطاقات وعن مراكز وهمية وعن صناديق وهمية وعن تدخل جيش وعن سيارات وعن حظر تجوال وعن اقتحام مناطق وإلى غيرها من ادعاءات أيضا سنسمع من هذا القبيل.